كلنا بنعرف انه الكالسيوم هو من العناصر المهمه لصحه اجسامنا، واليوم اي نقص بالكالسيوم ممكن يصير في عنا كثير من المشاكل وكثير من الاعراض ان كانت نفسيه او جسديه. ممكن كثير اوقات نشعر بالتعب، بالم بالعضلات، او حتى مشاكل بالاسنان وما بنعرف انه هذا السبب ممكن يكون نتيجه نقص الكالسيوم. في كثير من الاشخاص كمان ممكن تلجا للمكملات الغذائيه، هل هذا الشيء صحيح ام لا؟ تفاصيل كثيره رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم اللي صارت معنا ضمن الاستوديو عنان دله، باحثه بدرجه الدكتوراه بعلوم الغذاء. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الفل. يسعد اوقاتك. دائما بنسمع بنقص الكالسيوم، ولكن اليوم نحن بحاجه لتحاليل معينه لنقدر نعرف قد ايه نسبه النقص عندنا، والاعراض بتظهر على الشخص. خلينا نحكي عن الشقين. نعم. السؤال الاعراض وال اول شيء يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. خلينا ناكد على موضوع ان كان الكالسيوم وان كان اي عنصر غذائي، انه نحن حكما لنعرف عندنا نقص بهذا العنصر لازم نعمل تحليل دم، ما فينا نعتمد على الاعراض لهذا العنصر لانه في كثير عندنا اعراض متشابهه بين عدة عناصر. فلازم نحن نعرف إذا في عنا نقص بهذا العنصر الغذائي. وخلينا نحكي عن كالسيوم، لازم نحن نحلل تحليل دم. هلأ إذا نحكي بالعموم على الأعراض اللي ممكن أنا تكون مرافقة لنقص الكالسيوم، فينا نقول نحن تشنجات بالأعضاء بالعضلات، وخز باليدين وبالراعين، وهن وتعب عام، وهي أغلب العناصر الغذائية بتعطي وهن وتعب عام في حال نقص فيها. بدنا نأكد على موضوع مشاكل الأسنان، تساقط الشعر، خشونة بالشعر، ليونة الأظافر، هي كلها ممكن تعمل وتبيكون في عندي نقص بالكالسيوم. اليوم يمكن ذكرتي أنه يمكن في تداخل بين العناصر الغذائية، خلينا نحكي اليوم عن العلاقة بين الكالسيوم والمغنيسيوم. شو هي العلاقة؟ شو هي التأثير إن كان سلبي أو إيجابي؟ تماماً. هلأ الكالسيوم والمغنيسيوم خلينا نضيف عليهم فيتامين دي، هدول الثلاثة فينا نقول ولاد عم مترافقين دائماً ماسكين إيدين بعض. لحتى أنا أضبط مستويات الكالسيوم بالجسم لازم أنا أضبط مستويات المغنيسيوم ومستويات فيتامين دي. بس زبط عندي المغنيسيوم وفيتامين دي زبطت مستويات الكالسيوم. لانه ايام بنشوف كثير اشخاص بياخذوا كميات كافيه من الكالسيوم بس بنشوف انه هنا عندهم نقص، مع انه هنا عم ياكلوا اجبان والبان، عم ياكلوا من كل مصادر الكالسيوم. بيكون في هون عندي خلل بالمغنيسيوم او فيتامين دي اللي هن وظيفتهم ضروري يعملوا بالانس بين هدول العناصر الغذائيه. وفيتامين دي كمان ضروري لموضوع تثبيت الكالسيوم بالعظام. فانا اذا عندي كميات كافيه من الكالسيوم وعندي نقص بالمغنيسيوم وفيتامين دي ما راح احصل على مستوى كافي من عنصر الكالسيوم. طيب اليوم شو هي اهم الاغذيه اللي ممكن نحن ناخذها وبتساعد على امتصاص الكالسيوم؟ هلا بالبدايه منتجات الاجبان والالبان. ممكن اشخاص يقولوا لي انه نحن ما بنحب الاجبان والالبان، ممكن اشخاص يكونوا عم يتبعوا حميه الفيجيتيريان، هن نباتيين ما بياكلوا اجبان والبان، ففيني اقول لهم اليوم انا انه نحن البذور وخاصه بذور السمسم محتوية على كميات جيده جدا من الكالسيوم، خاصه بذور السمسم النيه وغير المقشوره، كمان بذور الكتان، بذور الشيا كثير تحوي على مستوى عالي من الكالسيوم. في كمان عندنا توفو او هي الفول، فول الصويا المخمر. في عندنا كمان السردين، السردين العظام الموجوده بعلبه السردين هي اللي عم تعطيني نسبه الكالسيوم العاليه. وعندنا كمان الخضروات الورقيه هي ضروري. وعندنا الخضروات الورقيه وخاصه السبانغ وكل شيء خضار ورقيه غامقه لونها تحتوي على نسبه كالسيوم عاليه. فانا وقت ما بدي اعتمد على منتجات الالبان لاخذ الكالسيوم لازم انا انوع بمنتجات او الاطعمه اللي بتحتوي على الكالسيوم لحتى اخذ كميات وافره من الكالسيوم. طيب اذا بدنا نسال مين هي الفئه المعينه من الناس اليوم اللي ممكن فعلا يصير معها هي المشكله، مشكله نقص الكالسيوم، ممكن يكون كمان عندهم امراض مزمنه معينه، خبرينا اكثر. تمام. الحقيقه النساء هن اكثر عرضه للإصابة بنقص الكالسيوم بسبب موضوع الحمل والإرضاع والولادة، تكون معرضة ينزل الكالسيوم عندها. بنشوف هذا الموضوع خاصة بعد انقطاع الطمث عندها، بنلاحظ عليها هشاشة العظام. لهيك بعد الأربعين دائما نحن بنقول ضروري كل يوم ناخذ حبة كالسيوم وناخذ جرعة وقائية فيتامين دي مرة بالأسبوع يا 10,000، لأنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة بنقص الكالسيوم. كمان بنشوف إنه نحن نقص الكالسيوم ممكن يؤدي لمشاكل مثل ما حكينا هشاشة العظام، حكينا عليها تسوس الأسنان، مشاكل بالأسنان، حتى وقت عم تكون بنشوف الأطفال الصغار لما عم ياخذوا كميات كافية من الحليب أو المنتجات المحتوية على الكالسيوم بنشوف عم يصير عندهم مشاكل صحية بالعظام، بصير عندهم تقوس، بصير عندهم كساح. كمان موضوع الكساح بدنا نحكي عليه إنه هو مو بس نقص الكالسيوم، نقص فيتامين دي لأنه ما عم يثبت الكالسيوم بالعظام. طيب
ذكرتي أضرار نقص الكالسيوم بالجسم، إذا بدنا نروح للنسبة أو الحد الصحيح بجسم الإنسان، قد إيه المفروض تكون نسبة الكالسيوم؟ وفي حال كان في زيادة بهي النسبة شو ممكن تسبب؟ تمام، هلا إذا بنحكي نحن إذا قصدك تحليل مخبر قديش لازم يكون، هي في عندنا نسبة من 8.2 ل 10.2 بيكون طبيعي هون. تمام، وهون حسب بقى القياسات اللي اعتمدتها المخبر بيعطوك إياها، لكن إذا نحكي عن الحد أو المطلوب لحتى أنا أخذ الكالسيوم هذا الجرعة اليومية يعني المقصود فيها هي 1200 ل 1300 ميلي جرام باليوم، لازم أنا أخذ هاي الجرعة لحتى أنا أقي حالي من نقص الكالسيوم. طيب إذا نحكي عن رحلة العلاج، كيف ممكن يكون العلاج؟ نحن كأنه عم نركز على النظام الغذائي يكون متكامل ومتوازن كرمال نحل هاي المشكلة، إمتى ممكن كمان نلجأ للمكملات الغذائية بهذا الموضوع؟ هلا في حال كان عندنا نقص شديد بالكالسيوم، في حال عندنا مرحلة الحمل والإرضاع، هون قد ما كنت أنا عم باخذ كميات كافية من الكالسيوم لازم ندعم نحن نظامنا الغذائي بمكملات غذائية للكالسيوم، مثل ما قلت لك وأصلا عم نشوف هلا بالأسواق إنه هن متوفر الكالسيوم مع المغنيسيوم مع فيتامين دي، عم يجي علب مكملات غذائية مع بعضهم، فأنا لازم مثل ما حكينا الثلاثة ناخذهم، ومو شرط ناخذهم سوا، يعني أنا بيهمني أن يكون مستويات المغنيسيوم والفيتامين دي بالجسم عالية لحتى تحافظ لي على مستوى جيد من الكالسيوم بالجسم. بس اليوم هدول يعني كرمال ناخذهم نحن بحاجة لاستشارة طبية، يعني أكيد. اليوم الشائع انه الامراه بعد سن 40 انه خدي لانه انت اجباري هلا بده يبلش عندك يتراجع العظم والى اخره، هل يعني رغم انه هذا التقدم بالعمر كمان ما انه بحاجه لاستشاره؟ اكيد نحن هون دكتور مختص خاصه نسائيه هو اللي بينصح دائما انه نحن بعد عمر 40 ناخذ كل يوم جرعه كالسيوم. بدنا نحكي كمان موضوع الكالسيوم مو بس مهم شان العظام، مهم شان العضلات، مهم شان الخلايا العصبيه، انتظام ضربات القلب، فهو عم يتعلق بكل شيء بأجهزة الجسم، فنحن ما يروح مثلا دغري بالنا انه انا كالسيوم بس عظام واسنان، لا هو عم يتعلق بكل شيء بكل الوظائف. تمام، كل وظائف الجسم، لهيك ضروري نحن ناخذ الحد المطلوب من الكالسيوم. تمام، يعني عم تذكري اعراض عديده اليوم ما ممكن تصيب الشخص ان كان من تساقط الشعر او جفاف بالجلد او الم بالعضلات، ولكن يمكن اكثريتنا ما بيعرف انه ممكن تكون فعلا سبب نقص الكالسيوم، كل قد ايه يمكن نحن لازم نحلل بهذا الموضوع كرمال نعرف في حال عنا زياده او نقصان؟ هلا ممكن نقول كل 6 شهور او سنويا، يعني ماكسيموم كل سنه، اقل شيء لازم كل 6 شهور، يعني اقل من 6 شهور اذا انا شخص ما عم بعاني من اي اعراض فممكن كل 6 شهور لسنه انا اعمل تحاليل دوريه. مثل ما قلت لك يعني دائما النصيحه انه احنا ما نعتمد على الاعراض العامه وروح انا اخذ، يعني انا والله عم يصير معي هيك فبتلاقي روحي خدي هيك، هي النصائح العامه. ممكن ما في غير هي اللي احنا عم ننصح فيها على فيتامين دي، لكن عم نحكي انه احنا كلياتنا معرضين يصير في عنا نقص فيتامين دي ممكن، بس هون بقى بتختلف الجرعه اللي عم تاخذيها، انا حرام اخذ جرعات عاليه طول ما انا ما عندي تحليل وعرفانه قديش النقص لحتى انا اعرف شو الجرعه المطلوبه لهذا التحليل. طيب حضرتك الاعراض اللي ذكرتيهم بنقص الكالسيوم بالجسم هل اليوم بتشابهوا ايضا مع نقص فيتامين اخر، يعني مش ان كان بالشعر نحن دغري بنروح لناقص الحديد عندنا يعني عم بهر شعري، اليوم فينا نميز بين الفروقات بين الاعراض او لا؟ هلا صعب كثير نميز، مثل ما قلت لك بيشبهوا بعض كثير، يعني احنا بس نقول للشخص وهن وتعب عام، اصفرار بالوش، تساقط بالشعر، ممكن دغري نقول يا اما فقر دم يا اما نقول نقص فيتامين دي، كمان ممكن كالسيوم، فعم يتشابهوا باكثر من حاله. بنحكي عن موضوع كمان نحن كل شيء زاد عن حده ونقص، بنخاف نحن من نقص العناصر الغذائيه، كمان لازم نخاف نحن من زيادتها لانه كمان وقت بتزيد عن حدها فهي بتعمل مشاكل صحيه عديده بالجسم، ممكن تاثر على بعض الادويه اللي انا عم بتناولها، ممكن اشخاص حتى اللي عندهم مشاكل بالغده الدرقيه او جارات الدرق ممكن كمان يكون عندهم زياده مستوى الكالسيوم، فبدي انتبه للمشاكل الصحيه اللي عندي اياها ودي اخذ انا مكملات غذائيه. تمام، يمكن في ناس بتقول لك انه في حال صار معنا نقص بالكالسيوم بتقول لك عادي مشكله ممكن تمر بعد فتره معينه، طبيعه النظام الغذائي اللي نحن فيه. طيب نحن في حال اهملنا حالتنا الصحيه وفعلا يمكن سكننا على هذا الموضوع لفتره معينه، شو هي المضاعفات او الاثار الجانبيه والسلبيه اللي ممكن تصير لصحتي؟ هي المشكله كل ما بتنقص اكثر، اذا انا ماني محافظ على نظام غذائي صحي مع باخذ مكملاتي الغذائيه فهو النقص كل ما عم ينقص اكثر، هذا الموضوع اللي بياثر سلبا مع المستقبل على
على كثافة العظمية، لأنه كثير الكالسيوم أكيد بدرجة يقوله له علاقة بالكثافة العظمية. لهيك بنشوف نحن خاصة النساء أنه بعد ما تجيب أولاد بعد الأربعين بنشوف صار عندها هشاشة عظام، أي مثلا إذا سلتت لا يدغري بينكسر الشخص إيده أو رجله، لأنه ما عندي كثافة عظمية، ما عندي مستويات جيدة من فيتامينات وخاصة دال والعناصر الغذائية كالسيوم ومغنيسيوم. طيب في حال يعني اللجوء لأخذ المتممات الغذائية الكالسيوم اليوم، شو الطريقة الصح يعني أخذ هي الجرعة؟ يعني يفضل دائما أخذها مع وجبة غذائية، ما في يعني ما في دائما تحديد فطور أو غداء أو عشاء، حتى لو أخذناها نحن مع غير بدون وجبات رح نستفاد منها، بس يفضل دائما أخذها مع وجبات غذائية مشان موضوع إذا حدا بتسبب له آلام بالمعدة. هي بحد ذاتها ما بتسبب، بس في أشخاص بيكون عندهم حساسية بمعدتهم، فدائما نقول لهم خذوها بعد الوجبة الغذائية أو مع الوجبة الغذائية. كمان يمكن في كثير من الصبايا والسيدات بتلجأ للدايت والحميات القاسية اليوم، ممكن تأثر سلبا وفعلا تسبب لنا نقص بالكالسيوم؟ المشكلة الحميات القاسية عم تسبب كالسيوم، عم تسبب بجميع العناصر الغذائية. وللحقيقة نحن بعد تجربة 4-5 سنوات خبرة بالحميات الغذائية، حتى شخص عم نعطيه نحن بالحمية الغذائية جميع أنواع الأطعمة وما عم نحرمه من شيء، هو عم يتعرض لنقص فيتامينات ومعادن. لهيك بعد فترة من الحمية لازم ياخذوا مكملات غذائية متكاملة لنحن نقي حالنا من نقص جميع العناصر الغذائية. طيب إذا بنرجع شوي هيك للأم وفترة الحمل، يعني اليوم خاصة الإمرأة الحامل، يعني نحن بنعرف إنه النصيب الأكبر عم بيروح للجنين، كان بالكالسيوم بالحديد بالفيتامينات بشكل عام. اليوم كيف قادر اليوم الإمرأة اليوم عم تفكر بالحمل أو الحامل تعطي نفسها النسبة الطبيعية من الكالسيوم؟ هلا موضوع الحمل دائما بنحكي على تخطيط نحن للحمل بجميع المجالات، يعني مجال الوزن أول شيء دائما نحن بننصح إنه نحن قبل ما تخططي للحمل لازم تنزلي وزنك، لأنه حيصير في عندي زيادة فوق الطبيعية بالحمل. كرمال إذا عندي زيادة وزن ما يصير بالسمنة نحن بالحمل ولا مضاعفات على موضوع الحمل. موضوع فيتامينات والمعادن لازم أنا أكون كمان محللة قبل، في حال نحن هون كنا عم نخطط للحمل نحن نحلل نصلح مستويات النقص عندي بالعناصر الغذائية كرمال نتمتع بمرحلة حمل آمنة ما تأثر علينا أو على الجنين. هلا عموما الجنين ما رح يتأثر، الشخص أو الإمرأة نفسها هي اللي رح تفقد هاي مستويات العناصر، رح تأثر عليها ورح تعاني بفترة الحمل 9 شهور من هاي المشاكل الصحية. تمام. طيب خبرينا اليوم شو في أخطاء شائعة بموضوع نقص الكالسيوم بتلاقي يمكن كتير من الناس ممكن ترتكب هي الأخطاء وفعلا يصير في عندها نقص؟ موضوع زيادة عن ذات الحد، بنشوف نحن شخص بجميع العناصر الغذائية أنه بيبالغوا بكميات اللي عم يتناولوا منها، يعني مثلا أنا ببالغ بشرب الحليب كرمال موضوع الكالسيوم، مثل ما حكينا كل شيء زاد عن حده نقص، فأنا المبالغة بهذا الموضوع رح يأثر سلبا علي، غير أنه أنا رح يرفع لي ممكن أنه إذا حليب كامل الدسم كان ممكن يرفع لي الكوليسترول، ممكن يعطيني زيادة بالوزن، فدائما نحن بنحكي الاعتدال بكل شيء. وفي حال أنا فعلا من الأشخاص الموسوسين أو خايف على حالي وحابب أعرف إذا عندي نقص بالفيتامينات، أنا بناء على التحليل شوف إذا عندي نقص بمعدن معين أو فيتامين معين، وعلى أساس أنا بزيد الجرعة المحددة من هذا العنصر الغذائي. طيب خلينا نرجع لتأسيس الطفل اليوم، أنا طفلي كيف قادرة أحميه من هذا النقص وأسس الكالسيوم بجسمه بشكل صحيح كرمال يكبر ويكون عنده النسبة طبيعية؟ يعني نحن نشوف أطفال أنه بيقولوا أنه ما كان عنده نقص تغذية بالطفولة سبب مثل المشاكل فيما بعد. هلا نحن سنة ونص لازم نكون معتمدين على حليب الأم بالإرضاع، في حال نحن صار الفطام عنا على السنة أو سنة وبعد السنة، فلازم أنا أحافظ على 2-3 حصص من الحليب يوميا، يعني أنا حتى لو الأم فطمت هذا الولادة عن الحليب الطبيعي لازم ضل، حتى لو صرت طعمي كل شيء أنا لازم حافظ له على حصص الكالسيوم من الحليب. بنشوف دائما الولد بس انفطم من حليب الحليب الطبيعي بطل يشرب حليب، خلاص اتجه بس للأكل. فلازم هون أنا، وفي ناس تقول لك لا أنا بشربه لبن، كمية الكالسيوم بالحليب أكبر من اللبن، فأنا لازم حافظه على حصص الكالسيوم الموجودة. ما بيعوض اليوم اللبن؟ بيعوض، بس مثل ما حكينا احنا عم نعتمد قديش في هي الأطعمة قديش فيها نسبة كالسيوم أعلى، فهيك بنتجه نحن على نسبة الكالسيوم الأعلى الموجودة فيها.
فشرب حصص الحليب من 2 ل 3 بعد عمر السنة. ومثل ما حكينا على جرعات فيتامين دي، طبعا هذا عند دكتور الأطفال، هو مختص بهذا الموضوع. لازم نشوف إذا موضوع عنده تقوس برجليه، لازم يأخذ جرعات تحت إشراف طبي طبعا من فيتامين دي كرمال موضوع تقوس الرجلين. وبدي أحكي عن موضوع فيتامين دي لحتى أنا استفاد كمان من فيتامين دي، لازم يكون إحنا عندنا الكيتو مستوياته منيحة، أو تكون الجرعة من فيتامين دي متعامة فيها. طيب من الأطفال خلينا نحكي عن طلاب الشهادات الثانوية. اليوم كلنا بنعرف أنه النظام الغذائي يلعب دور كتير كبير بالتركيز عند الطلاب. في حال كان عندهم نقص بالكالسيوم، كيف ممكن نعوض هذا النقص؟ كيف ممكن يتبعوا نظام غذائي جيد كرمال ما يأثر على دراستهم؟ شو هي ممكن نعطيهم خطة معينة غذائية؟ خلينا نحكي إذا عن موضوع الشهادات والدراسة، خلينا نحكي عن الأوميجا 3 ثم الأوميجا 3. يعني هذا موضوع كتير له علاقة بسرعة البديهة، التذكر، الحفظ. خلينا نقول أوميجا 3 أكثر من الكالسيوم. الكالسيوم مثل ما قلت لك هي حصيلة أيام، حصيلة أسابيع وأشهر حتى أنا أرفع هاي النسبة. لكن أوميجا 3 نحن فينا ناخدها، فينا ناخدها من البذور مثل ما حكينا، فينا ناخدها كمان مكملات غذائية، فينا ناخدها من التونة، من الأسماك، من الجوز، من اللوز، من البذور. فضروري في حال توفر عنا بالبيت يعني ناخذ حفنة من المكسرات صباحا مع تمر. دائما مرافقة التمر مع الجوز أو اللوز أو المكسرات النية بتخفف من رفعة سكر الدم بشكل سريع، وبتعطي طاقة لهذا الشاب أو الصبية اللي رايحين يقدموا فحص. وأكيد مثل ما متعودين إحنا وصغار قبل ما نروح على الفحص شرب كاسة حليب، لأنه هي مفيدة وغنية بالعناصر الغذائية. بتنيم بس إذا كانت سخنة. نصائح أخيرة لو سمحتي بشكل سريع. أهم نقطة أنه إحنا مثل ما حكينا ما نأهمل حالنا، في حال عنا أي نقص أو أعراض لأي فيتامين معين راجع طبيب مختص الأخصائي لحتى نحن نتفادى النقص الزايد بهذا الموضوع، والاعتدال دائما بتناول أي أطعمة. وضرب ألف خير. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير عنانا لكل المعلومات الطبية اللي قدمتيها لليوم، وأكيد بالصحة والسلامة للجميع. شكرا لك. شكرا لحضورك ولكل شيء ذكرتي، وتكونوا نحن على أبواب التكملية، كتروا الأوميجا 3 يعني كرمال هيك تكونوا بذاكرة جيدة. شكرا لحضرتك. شكراً.